ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عين على الدوري الإنجليزي. حلقة اليوم تأتي بعد فوز تشيلسي على أرضه بستانفورد بريدج على كريستال بالاس، فوز رفع معنويات الفريق محليا بعد الأداء الرائع ضد أياكس بدوري الأبطال. لامبارد دخل بتشكيل هو حلم لجميع المشجعين، خصوصا على مستوى الأظهرة الدفاعية بإشراك كولمان جيمس وإمرسون بديل لألونسو وآزبي. شوط أول باهت من البلوز بسبب تسرع في الشق الهجومي، تامي كانال غير موفق في مسألة الإنهاء، وعديد من الفرص كانت تنقصها لمسة مهاجم قناص، لكن مع ذلك اللاعب لا يزال صغير في السن ولديه متسع كبير من الوقت للتطور أكثر وأكثر. مباراة أياكس جعلت اللاعبين يدخلوا مباراة بمعنويات مرتفعة، إضافة لحماس كبير جعل الفريق يتكبد بطاقات صفراء على مستوى الدفاع والوسط نتيجة تسرع في خطف الكرة، لأنه إذا ما تحدثنا عن سيطرة فهي لصالح تشيلسي، لكن كشوط كان بعنوان الاستحواذ بدون فعالية، إضافة إلى أنه بالاس خطورته كانت عبر المرتدات واللعب على الأخطاء، لكون كل من إيمرسون، كوفازيتش وويليان مساندتهم الدفاعية تكون متهورة، ومع سرعة لاعبي كريستال ولإيقاف الهجمة ولابد من معرقلة لاعب الخصم خصوصا إذا ما تفوق عليك من ناحية السرعة. لكونه سيتي تنتظره مباراة قوية ضد متصدر ليفربول، تامي لم يتأخر ومشكلة العقم الهجومي خلال الشوط الأول أصبحت غائبة، ومن فرص الشوط الثاني سجل تامي هدف تقدم للبلوز لتبدأ حفلة تشيلسي ليس بالأهداف لكن عودة مشكلة عدم التسجيل. تشيلسي ليست لديه مشاكل في صناعة اللعب أو تمريرات الهدف، لكن أكبر مشكلة تبقى في تحويل الفرص لأهداف. من جهة أخرى دفاع تشيلسي كان حديدي وخرافي، يستحق العلامة الكاملة خلال هذه المباراة، وكأنه سيزار وألونسو السبب في استقبال تشيلسي لأهداف. صحيح بعض مباريات أغلب الهجمات تكون من جهة ألونسو، لكن للأمانة إيمرسون وجيمس بالأخص قدم مباراة كبيرة. زاها لم يستطع التحرك بحرية في مواجهة جيمس الذي كان له الفضل في تعادل تشيلسي أمام أياكس. أفضل شيء قام به لامبارد هو إعطاء اللاعب فرصة ظهور أساسي مباراة اليوم، وعلى أنه يستحق المكان التي وصل إليها حاليا، إضافة لزوما صخرة ومكسب كبير للنادي ويستحق الاستمرار في تشكيلة البلوز. صحيح وسط الميدان افتقد لجورجينيو، لكن كوفا قدم أوراقه بشكل جيد وكان له دور في الهدفين. هو حاليا يتفوق على بعض لاعبي الوسط لأنه يمتاز بلياقة بدنية رهيبة وتحضيره للمباريات يكون بشكل مثالي، أما بوليسيتش فهو رهيب بشكل كبير كمقارنة لما يقدمه هازارد مع الريال وبوليسيتش مع البلوز، الفرق كبير جدا. هازارد لحد الآن لم يجد له مكان مع الريال ومساهمته مثل مساهمة باقي اللاعبين، أي أنه ليس اللاعب طب في الفريق الملكي. على عكس بوليسيتش اختراقاته في المساحات الضيقة هو ما افتقده البلوز بعد خروج هازارد، لكن بولي أظهر على أنه من طينات اللاعبين الكبار وبإمكانه أن يكون خير معوض لهازارد تشيلسي. تشيلسي كسب المعركة واستحق المركز الثالث في انتظار مباراة القمة بين المتصدر والوصيف. تشيلسي بإمكانه خطف المركز الثاني إذا ما وصل تقديم أداء طيب محليا وأوروبيا، إضافة لإشراك لاعبين يمنحه الفريق الإضافة. لامبارد لعب المباراة الليلة بشكل منطقي ولعب على جاهزية لاعبيه. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم، ولا تنسوا دعمنا عبر الضغط على زر لايك، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد القناة، والسلام عليكم.